هنروح معاكم لتقرير من محافظة سوهاج مع الزميل خالد المشنب، وبنرجع مرة تانية متواصلين معكم، وصباح طيب. عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج اجتماعا مع الدكتور محمد يحيى ناصف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومدير فروع الهيئة بصعيد مصر، بحضور محمد الدالي مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، والدكتور عماد صومائيل وكيل كلية التربية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة خديجة عبد العزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة. وأعرب الدكتور محمد ناصف عن سعادته البالغة لتواجده في مقر الجامعة، مشيدا بجهودها المتميزة في سباق محو الأمية بين الجامعات المصرية، موضحا أن استراتيجية الهيئة لا تنتهي بنجاح الدارسين في محو أميتهم، بل هناك مراحل تالية لها مثل محو الأمية التكنولوجية، وتوجيههم لخلق فرص عمل ومشاريع يستطيعوا من خلالها توفير حياة كريمة لأنفسهم وأسرهم. النهارده بنستقبل اخي العزيز الاستاذ الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس هيئه تعليم الكبار على ارض جامعه سوهاج. يحيى انه اختص جامعه سوهاج النهارده بعقد اجتماع رؤساء افرع الصعيد النهارده على ارض جامعه سوهاج. هو عمل الحقيقه المبادره دي كنوع من التكريم لجامعه سوهاج على ما حققته في السنتين الاخيرتين من مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية في موضوع محو الأمية وتعليم الكبار. هي احنا عارفين ان جامعة سوهاج يعني وضعت استراتيجية أعلناها في 17 نوفمبر 21. الاستراتيجية دي أطلقنا عليها سوهاج خالية من الأمية 2030، وحطينا لنفسنا خطة عمل، ويعني كمان أشركنا يعني كل الأجهزة في محافظة سوهاج سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، لأن احنا الاستراتيجية قامت على التحديد الدقيق للأميين في كافة القرى والنجوع والكفور والمدن لمحافظة سوهاج، وتحديد دقيق لأبناء جامعة سوهاج المنتسبين لكل قرية من القرى دي. وزعنا الأميين على عدد الطلاب الموجودين، وجدنا إن في بعض القرى نستطيع إن احنا نعلن خلوها من الأمية من خلال طلاب جامعة سوهاج، لكن في بعض القرى الأخرى وجدنا إن كثافة الأميين فيها أعلى من قدرة الطلاب. والحقيقة ده اللي نسقناه مع معالي الوزير اللواء طارق الفقي لما دعينا لورشة عمل في ديوان عام المحافظة، وأشركنا فيها الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومديرية الشؤون الصحية والأزهر والأوقاف والكنيسة ومديرية الزراعة، كل المؤسسات الحكومية بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني العاملة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي في مجال التنمية البشرية ومجال محو الأمية ومجال تقديم الخدمات المجتمعية. كل واحد من دول ليه دور في محو أمية عدد محدد عشان نقول متى نستطيع ان نعلن كل قريه في داخل محافظه سوهاج خاليه من الاميه. من داخل رحاب جامعه سوهاج ساهر منتصر، وتحياتي خادم شنب طيبه.